أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كريسب ناتورك، موضوعة عن الوضع الصحي في لبنان، وضيفنا الاختصاصي في طب العائلة والرعاية الصحية الأولية الدكتور حسن إسماعيل. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيكم. بالبداية اليوم، شو وضع لبنان الصحي بظل وباء كورونا؟ أهلا وسهلا فيكم. بالمبدأ نحن يعني فينا نحكي عن مرحلتين نحن كنا بلبنان بموضوع الكورونا. بالفترة الأولى يلي هي استمرت لحد تموز، كنا نحن إلى حد ما الوباء مسيطر عليه. نحن يمكن أول حالة بلشنا من أول شباط، عفوا بآخر شباط، 21 شباط كانت الحالة الأولى بكورونا. هلأ يلي صار نحن وصلنا بتموز، خصوصا مع عودة المغتربين وإذا بدك تراخي الناس بموضوع الإجراءات هلأ حنحكي عنهم بعد شوي، صار في عنا زيادة كبيرة بعدد الحالات. يعني لحتى نكون دقيقين بالأرقام، نحن تقريبا لحد أول تموز كان في عنا 1800 حالة، نحن هلأ صرنا بآخر تموز وصلنا يعني تجاوزنا عتبة 4000 حالة. يعني عم نحكي نحن خلال تموز فقط صار في عنا أكثر من 2000 حالة، يلي هو أكثر من نصف عدد الحالات يلي تسجلت من شباط لهلا. شو سبب ارتفاع يعني بوتيرة سريعة أعداد المصابين بلبنان؟ نحن هيدا الارتفاع السريع يلي صار مثل ما قلنا بآخر تموز سببه عدة عوامل. طبعا في عامل خاص بعودة المغتربين يلي مثل ما شفنا كتير عم بيجي طائرات فيها مغتربين للعودة لأهلهم، عم بيكون فيها ناس مصابين بالوباء. طبعا مش رح نحكي بالموضوع حقهم وبالناحيه الانسانيه لانه هذا شيء اكيد، ولكن صار في نوع من التراخي بموضوع الحجر لهؤلاء الناس. يعني هل هالناس كانوا فعلا عم يلتزموا باجراءات الحجر؟ عم يجي المريض اوكي كان عم ينعمل له دغري فحص بي سي ار بالمطار، ولكن هل كان عم ينحجر 14 يوم؟ هالشيء كلنا يعني كان واضح انه ما كان عم يصير للمغتربين الا بحالات نادره جدا. هذا شيء ساهم. ثانيا طول المدة يلي نحن عم نتخذ فيها هيدي الإجراءات كمواطنين صارت كبيرة وطويلة، فالناس مع الوقت بطبيعة الحال رح يخف التزامها بالإجراءات، وعم نشوف هالشي من خلال أعراس، عم نشوف مشي بالشارع وبالمحلات المكتظة بدون أي إجراءات وقائية وكمامات، صار في نسيان للتباعد الاجتماعي. ومع الأسف يعني الدولة كان يفترض يصير في تشدد أكثر بتطبيق القانون بهالناحية، وهلأ يبدو رايحين صوب هذا الاتجاه. يعني نحن مع تفشي إذا فينا نقول الوباء عنا بلبنان، هل نحن والكل متخوف منا أن نروح على سيناريو إيطاليا؟ هلأ بنحنا إذا بدنا نحكي عن السيناريو الإيطالي بعدنا شوي بكير لنحكي عنه، ولكن أصلاً المقارنة بين لبنان وإيطاليا هي إلى حد ما شوي مش دقيقة لسببين. أول شيء توزع السكاني بالبلدين مختلف جداً، مساحة البلدين مختلفة جدا، والفرق الأساسي هو بنظام الرعاية الصحية بالبلدين اللي هو كمان مختلف جدا. نعم. هلأ إذا بدنا نحكي من حيث العدد وكثرة الإصابات ما فينا بعد نتنبأ، ولكن يلي فينا نقوله ونكون أكيدين منه إنه إذا صار في تراخي بالإجراءات والناس ما يعني ما غلط مظبوط والدولة ما لاحقت وتشددت بالتطبيق، ممكن نروح على سيناريو أسوأ بكثير من السيناريو الإيطالي، خصوصا أنه نحن ما عندنا قدراتنا الاستيعابية بالمستشفيات ولا النظام الصحي المتين الموجود بالدول الأوروبية التانية. يعني نحن من نهار التنين رفعت توصيات، امبارح أقرت بإغلاق البلد على مرحلتين. اليوم من الناحية الطبية دكتور حسن، يعني بتلاقي أنه نحن لازم نرجع نعمل إغلاق كامل أو لا لازم نعمل مثل ما اقترح أحد الدكاترة بأمريكا دكتور علي المقداد، نفتح شهر ونسكر 15 يوم لنقدر نحصل أعداد؟ شوفي نحن هلأ إذا بدنا نحكي من الناحية الطبية، كل ما كان في إغلاق أكثر كل ما كان أفضل، هيدا ما في أي نقاش، بس نحن دايماً عم بيصير في نقاش إذا بدك صحي، ولكن بالجانب الثاني عندك اقتصادي وعندك أخلاقي وعندك بوضع الناس اللي هو هلأ، فدايماً عم بيكون الصراع بين إذا بدك هودي الطرفين. طبعاً نحن إذا بدنا نحكي طبياً كل ما رحنا صوب إقفال أكثر، كل ما رحنا يعني صوب عزل أكثر، صوب تباعد أكثر، رح يكون أفضل لنا. المدة الأفضل بين هون وبين أمريكا برجع بقلك يعني صعب المقارنة، ولكن نحن كل اللي فيه اللي بقدر أقوله إذا بدك إنه نحن كل ما سكرنا أكثر كل ما أفضل، ولكن عم نصدم بالواقع الاقتصادي تبع الناس، وبعتقد هذا اللي خلى الحكومة تقصر مدة الإقفال، بينما الوزير كان عم يحكي عن مقترح بإقفال أسبوعين وهذا الاقتراح ما مشي لأنه اقتصاديا الوضع ما بيتحمل، فهذا عم بيكون العائق
أكثر ما عم بيكون العائق هو توصيات أطباء أو شيء صحي مع الأسف، نعم وما فينا نقول شيء للناس بالنهاية. نعم منذ بداية كورونا بلبنان انعملت إحصائيات عن قد ايه القدرة الاستشفائية عنا موجودة من خلال العنايات الفائقة، من خلال قدرة المستشفيات. اليوم يعني بعد 4 أشهر قد ايه قادرين المستشفيات يصمدوا بوش كورونا؟ قد ايه عنا قدرة استيعابية لمعالجة هذا الوضع؟ خاصة انه كنا قبل يمكن اللي عنده أعراض قليلة أو ما عنده أعراض ينحجر ببيته أو بمحل بعيد عن الأهل. اليوم شو عم بيصير من الناحية الاستشفائية؟ هلا نحن طبعا فتنا اذا بدك بنفق يلي كنا متخوفين منه يلي هو زياده الاعداد. هلا لحد اذا بدك هيدي اللحظه بعض الوضع مسيطر عليه لانه بعد الاعداد كافي، ولكن مثل ما قلنا اذا استمرينا بموضوع يعني زياده اصابات اكثر اكيد اكيد المستشفيات ما رح تقدر تستقبل اكثر، هذا شيء محسوم. وحتى باكثر الدول تقدما واللي فيها انظمه صحيه هي الافضل ما قدرت تستوعب جميع الحالات، لذلك كانوا الناس عم يتصلوا عم بيقولوا لهم خلوكم بالبيت وراقبوا انفسكم، ونحن على الارجح يمكن نروح صوب هذا السيناريو، ما فينا كثير نراهن على المستشفيات لانه بدنا نوصل لمحل يصير في نوع من الاكسبلوجن اذا بدك، ما حيكون في اعداد كافيه للجميع. دكتور لذلك قد ما فينا نحن بدنا نضل ملتزمين باجراءات الوقايه لنخفف عدد الاصابات إذا بدك بوقت واحد عم بصير. نعم، هل نحن يعني المصاب بكورونا اليوم علاجه حيقتصر على المستشفيات الحكومية فقط؟ لأن شايفين نحن أوضاع المستشفيات الخاصة وعم ترفض كانت تفوت حالات لعندها على المستشفيات، وطلع وزير الصحة وتشدد بالموضوع ورفض هيدا الشيء اللي عم بصير. فعليا في خطه وضعت بالتعاون مع وزاره الصحه والمستشفيات الخاصه، رح يكون اكيد دخول لهيدي المستشفيات ضمن هيدي الخطه، طبعا ما رح تضل مكتوفه الايدي، هيدا الشيء موجود، كان معالي وزير الصحه حكي هالشيء عبر تغريده انه رح ينحط خط ساخن لمتابعه هيدي الامور، شو ما كان رح يزيد العدد، رح يزيد العبء، اكيد المستشفيات الحكوميه ما رح تقدر لوحدها تتحمل هيدا العبء، في مستشفيات من الاول عامله حسابها ومبلغه بهذا الامر ومجهزه حتى اقسام خاصه فيها. نعم نحن بس اذا بدك ناطرين اللحظه يلي رح يكتر فيها العدد وما رح تقدر تستوعب المستشفيات الحكوميه، وحكما المستشفيات الخاصه رح تفوت ضمن هذه الخطه لانه اصلا يعني بالمنطق السليم ما رح ينترك البلد بس للمستشفيات الحكوميه، نحن بحاجه لاعداد اسره اكبر، لاماكن عنايه فائقه اكثر، ولاجهزه تنفس اصطناعي اكثر طبعا. نعم دكتور حسن، نحن بالفترة الأخيرة إذا بدنا نحكي عن آخر 4 5 أيام من نهاية الأسبوع الماضي، لقينا ضجة طلعت عن الفحوصات المخبرية أو الفحوصات الطبية اللي عم تنجرى لكشف عن الإصابة بكورونا، حتى وصلت إنه امبارح السيدة منى الهراوي أعلنت إنه إلغاء هذا الفحص بمستشفى الهراوي قد ما عم يطلع فيه أخطاء. اليوم شو اللي عم بيصير بالضبط؟ هلا نحن هذا الموضوع انا رح احكيك اذا بدك بالجانب التقني، مش رح احكي والله في شيء اذا خصو بفساد او ما فساد، اذا بدك يعني ما انا شغلتي، بس اذا بدي احكيك بالجانب التقني في شغلتين نحن فينا نحكي فيهم. اول شيء نحن باي فحص شو ما كان نوعيته، فحص دم او شو ما كان، في شيء عندنا اسمه sensitivity وspecificity اللي هي اشياء بتنقاس قديش نسبة بين هلالين، يعني إذا بدنا نقولها بسهولة دقة الفحص، عشان كده بنحكي عن 70 عن 90%، بمعنى آخر عم بيكون في حالات إيجابية ما بتنلقط، وبنفس الوقت أوقات بيكون في حالات سلبية عم ينقال عنا بوزيتيف. هيدي من ضمن آليات أي فحص موجودة شو ما كان هيدا الفحص، ودائما نحن بالعمل الطبي ما في عنا شيء اسمه 100%، فدائما هالشيء موجود. ثاني شيء إذا بدك تفصيل تقني فينا نحكي عنه هي طريقة أخذ الفحص، مش دائما ممكن احنا ما فينا ما راقبنا كل المختبرات او كل المستشفيات، بس فينا نقول انه ما ضروري الكل عم تتاخذ بالطريقه الصحيحه عبر ادخال يعني الاشياء مثل ما كنا عم نشوف عبر الفيديوهات التوعويه الموجوده، انه مش عم نوصل للمحل المضبوط يلي نحن بدنا ناخذ منه السبيسيمن يلي بدنا نفحصه. كمان هيدا الشيء خصوصا بالمناطق شوي بعيده ممكن يكون اصعب، هيدا الشيء متوقع كمان. فهودي الشغلتين ممكن يخلونا ما نشوف نسب دقة 100% إذا بدك بموضوع الفحوصات. دكتور حسن، بس من الناحية الطبية بدي أوضح شغلة أو بدي أستفسر عن شغلة الكل عم يستفسر منها، جودة الكتس اللي عم تجي بتأثر بالنتيجة كتير؟
انه واحد يكون سلبي يطلع بعدين ايجابي وايجابي يطلع سلبي. هيدي تعليقا على يعني امبارح اللي اوردته جريده الاخبار انه عم يجوا من كوريا وعم يبيعون على اساس سويسرا، وهذا عم بيؤدي كمان انه يطلعوا نتائج خطا. هذا الشيء بياثر او صراحه هذا الموضوع ما عندي، هذا الموضوع ما عندي تعليق عليه صراحه. ايمتى نحن لازم نعمل الفحص؟ بس يكون ايه عندنا هذا اعراض او ايمتى تحديدا؟ اوكي، هلا هذا السؤال كثير مهم، لانه هذا بخلينا نوجه المواطنين بشكل واضح صوب الموضوع. نحن عاده بشكل عام في عندنا حالتين. الحالة الأولى مثل ما تفضلتي، يلي بحال وجود الأعراض يلي صرنا كنا نعرفها، هي أعراض كتير قريبة للإنفلونزا. عم نحكي عن سعال، عم نحكي عن حرارة، عم نحكي عن تعب وانحطاط، عم نحكي أحيانا عن سيلان بالأنف، عم نحكي عن العطس أوقات. هيدي كلها عوارض ممكن تكون كورونا وممكن لا، بس اذا بدنا نحكي عن عوارض، ما عنده الكورونا عارض خاص فيه ممكن نحن نحسم من خلاله عياديا بدون فحص انه هيدا كورونا، فبحال وجود هيدي الفحوصات يفترض التوجه لاقرب مركز. ثانيا، السبب الثاني اللي بخلينا يفترض نعمل فحص هو الشيء المتعلق بالمخالطه. يعني اذا نحن كنا مأكدين من مخالطه اي شخص عنده فحص ايجابي لكوفيد 19، يفترض اكيد اكيد نحن نعتبر حالنا بدائره الخطر بين هلالين، نتواصل مع الجهات المعنيه ويقولوا لنا ايمتى لازم نتوجه لحتى نعمل فحص، خصوصا اذا هذا الشخص كنا مأكدين انه هو مصاب. فعندنا مبدئيا ظهور العوارض وعندنا المخالطه. هلا الشغله الثالثه عم بتصير هي بشروط خاصه، مثل اذا واحد بده يروح على سفر معين او بده يقدم على شغل معين هن عم يطلبوا منه، بس اذا بدنا نحكي طبيا مثل ما قلنا العوارض والمخالطه لمصاب. طب الاشخاص اللي ما عندهم اعراض او اعراض كورونا اليوم كيف لازم، يعني هون بنروح على الاجراءات الوقائيه اللي لازم ياخذها الواحد، يعني هن ممكن يكونوا مصابين لكن بلا اعراض، بهالحاله شو العمل؟ لان شفنا طبعا اخر هو فتره نحن كثير عالم عم تروح تعمل هيك، صار فحص كورونا يعني عم تعمله كانه رايح واحد يجيب فيتامين من الصيدليه. مثل ما تفضلت، نحن فعليا الشيء اللي بحطنا بدائره الخطر واللي بخلينا نعتل هم هو الاصابات يلي عم تصير بدون عوارض، وهذا شيء طبيعي ضمن الكورس الطبيعي للمرض. فنحن عشان هيك اجراءات الوقايه موجوده، يعني بيجي الواحد بيعتبر نفسه انه هو مش مصاب او عم يحكي مع شخص غير مصاب، ولكن هذا الشخص الثاني او هو ممكن يكون مصاب بس ما عنده عوارض، وبالتالي عم ينقل العدوى. هون ساعتها بتصير اهميه اجراءات التباعد واجراءات الوقايه. طبعا بنحكي عن التعقيم قدر الامكان للايدي لاسطح الاشياء، طبعا ارتداء الكمامه دائما بكل الاماكن، حتى لو كان مكان يعني ما انه مكتظ يفترض ارتداء الكمامه، ومش بس ارتداء الكمامه، الكمامه المضبوطه اللي بنجيبها من الصيدليه، مش الكمامه اللي عم تصير اكثر عم تروح صوب بين هلالين ديكور، لا، يفترض الكمامه الطبيه الصحيحه يلي بتحمي من دخول الفيروس على الجهاز التنفسي. ومثل ما قلنا اجراءات التعقيم، وطبعا دائما وقد ما فينا التباعد ثم التباعد ثم التباعد. نحن نتجنب الاماكن المكتظه، باي نحن مكان في اعداد ناس كبير نضل اخذين مسافه قد ما فينا باللقاءات بالاجتماعات، الاعراس المناسبات الشعبيه والدينيه هيدي يفترض بهذه الفتره تكون ملغاه بشكل كلي يعني. وبضل بالنهايه الواحد ما بيعمل اللي عليه، هو فيروس موجود ما راح يختفي نهائيا، ولكن نحن يلي فينا واللي لازم نعمله انه نخفف عدد الاصابات بوقت واحد عشان يعني نقدر المستشفيات تستوعب قد ما بتقدر. يعني هيدي الاجراءات اللي ذكرتها دكتور هي الاجراءات اللي لازم نتبعها، خاصه بظل بهيدي الازمه الاقتصاديه او الوضع الاقتصادي اللي عم ننجبر فيه نروح على اشغالنا ونداوم من المكاتب لنضلنا على مسافه امنه. صحيح، نحن الوضع الاقتصادي عم يلعب دور، ودائما قلت لك عم بيصير في عنا نقاش بين تسكير وعدم تسكير، ولكن اذا الواحد مضطر والدوله ما اعلنت التسكير خليه يلتزم بالاجراءات قد ما فيه. يعني عم بيروح عم بيشتغل بمحل معين، اوكي اجى زبون بجرب يبعد عنه، بيتواصل معه عن بعيد، هو يصر على زبون انه ما يفوت على المحل بدون لبس كمامه. نحن كل ما نشجع بعض ونجبر بعض هيدا الشيء رح يخلينا نلتزم اكثر بالاجراءات، وان كان بسبب الاوضاع الاقتصاديه ما يمكن ما رح نتوجه صوب اقفال تام او اقفال لمطار. شكرا الاخصائي في الطب العائله والرعايه الصحيه الاوليه الدكتور حسن اسماعيل. يعني لهون نحن بنوصل لختام حلقتنا، ما تنسوا تتابعونا عبر موقع كلاسيك نتورك وعلى قناتنا على يوتيوب. شكرا كثير دكتور.